انتهت مسيرته بالع صفارة، ودي قصة أهم رجل في تاريخ الكرة الأوروبية، مجرد فصل غريب في أعظم سي في منذ الصغر. بطلنا كان سكرتير واحد من أكبر الأندية وهو عنده 20 سنة بس، وبقى رئيس النادي كله وهو عنده 26 سنة، وفي النص كده سنة 1906 وهو عنده 23 سنة بقى السكرتير العام للجنة الفرنسية لكرة القدم، الكيان الصغير اللي تحول بعد كده للاتحاد الفرنسي لكرة القدم سنة 1919. ودي مجرد محطات في قصة الراجل اللي كان السبب في وجود بطولة اليورو من الأساس. هنري ديلوناي، أسطورة نادي إتوال دي دولاك وفرنسا وأوروبا كلها. البداية كانت اللعب عادي جدا، هيجي ويخلص ومحدش هيفتكره أساسا، إلا أنه اعتزل بدري وجرب حظه مع التحكيم، وهنا كانت أغرب محطة في حياته الطويلة. ديلوناي اضطر يعتزل التحكيم بدري برضه بسبب كورة خبطت في وشه بلعته الصفارة وكسرت له سنتين، ولكن اتجاهه للتحكيم تحديدا خلاه يشوف نفسه هو رايح فين، وأدرك منه اهتمامه بالقواعد المنظمة للعبة، ومن هنا بدأت مسيرته الإدارية المبهرة في سن صغير. وكنتيجة طبيعية استدعاه فيفا سنة 1920 عشان يحضر اجتماع مهم في لجنته الاستشارية الجديدة لقوانين الكورة اللي حيتم تسميتها لاحقا لجنة حكام فيفا. وفعلا حط ديلوناي بصمته في بداية تفسير قوانين اللعبة قبل ما يحط البصمة الأهم في مؤتمر فيفا التاريخي سنة 28، لما كان واحد من أهم المشاركين في صناعة حدث كرة القدم كلها مدينة لي لحد النهاردة، كأس العالم. وبعد نجاح التجربة فضل ديلوناي يجري ورا حلم تاني أهم لقارته نفسها، بطولة للمنتخبات الأوروبية. إشمعنى أمريكا اللاتينية يعني؟ تخيل إن أول مرة يقدم المقترح ده كان 1927، حتى قبل كأس العالم نفسه. دارت السنين وقامت الحرب العالمية التانية وخلصت، وفضل المقترح ده يواجه عقبات كتير جدا لحد ما وافق فيفا أصلا على تأسيس الاتحادات القارية سنة 53، وبالفعل تأسس يويفا بعدها بسنة، وكان هنري ديلوناي سكرتيره العام الأول في التاريخ وهو عنده 71 سنة عاشهم كلهم في خدمة كرة القدم. وبدأ بسلطته الجديدة يحضر لحلم البطولة الأوروبية، ولكنه اصطدم بعقبتين ما كانش ممكن تفاديهم أبدا. الأولى إن فيفا مش حابب البطولة تكون في توقيت قريب من كأس العالم عشان ده ما يقتطعش من أرباحه، والتانية إن هو نفسه توفي قبل ما يقدر ينهي المفاوضات دي. عموما الخناقة ما طولتش قوي، هما 3 سنين وتم إطلاق البطولة بعد ما اتفقوا يعملوا لها تصفيات بعد كأس العالم 58، وبطولة نهائية من 4 فرق في سنة 60 بعيد عن كأس العالم بسنتين اهو. وفي 28 سبتمبر سنة 58 اتلعب أول ماتش في دورة التصفيات بين الاتحاد السوفيتي والمجر بحضور أكتر من 100,000 متفرج. وأخيرا في 10 يوليو 60 رفع الاتحاد السوفيتي أول كاس في تاريخ اليورو لما كسب يوغوسلافيا في الوقت الإضافي. وكان طبيعي جدا إن الكاس يحمل اسم الراجل اللي عاش 30 سنة بيحاول يعمل البطولة دي، هنري ديلوناي.